إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم أن يقدم لكم هذه المادة. والآن مع الشيخ. ما يتعلق باختلاف النقاد في الرواة، الأصل في الرواة أنهم على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى من ثبتت عدالتهم وثقتهم وضبطهم واشتهروا بذلك وعرفوا بين الأئمة بالعدالة والضبط، فهؤلاء لا يتعرض لهم ولا ينظر إلى ما قد يرد عليهم من الطعن، فقد اشتهرت عدالتهم وضبطهم فلا يقوم النقد في توهينهم أو تضعيفهم. القسم الثاني المقابل لهؤلاء من عرفوا بالضعف، وبعضهم يقول من اتفق العلماء على تضعيفهم، فهذا لا يلتفت إلى ما يأتي من توثيق لهم، فإنه لا يقوى على إثبات ضبطهم أو إثبات عدالتهم. فهذان القسمان مفروغ منهما، وهما ما اشتهر من اشتهر بالضبط والعدالة ومن اشتهر بالضعف والجرح. أما القسم الثالث فهو من اختلف العلماء فيه، فمنهم من وثقه وقواه ومنهم من ضعفه ووهنه. هنا في الحقيقة إذا اختلفت كلمات العلماء في راو من الرواة توثيقا وتضعيفا ينبغي النظر إلى حال الموثقين والمضعفين من حيث التساهل، من حيث التشدد، من حيث الاعتدال، من حيث كلامهم في الراوي، هل هو لأجل عدالته أم هو لأجل ضبطه، أو هو لأمر خارج عن العدالة والضبط كان يكون ممن بلي بشيء من البدع، وهذا قد يتصل بالعدالة لكن بعضهم يميزه فيكون الرجل لا يكذب ولكنه منقوص العدالة من جهة البدعة. فينبغي أن ينظر إلى هذه الأمور كلها، ومن خلال النظر في تلك الأمور كلها يمكن أن يصل الإنسان إلى الراجح في حال الراوي. إذن من اختلف الأئمة في توثيقه وتضعيفه لا بد من النظر في الكلام الوارد فيه والاجتهاد في ترجيح أحد القولين ومعرفة ما هي الطرق التي من خلالها يرجح. وقد ذكرت جملة من الإشارات العامة في هذا بالنظر إلى حال الناقد، فالنقاد يختلفون قوة وضعفا واعتدالا وشدة، وأيضا من حيث النقد الموجه، وأيضا من حيث كون النقد مفسرا أو غير مفسر، هذا ضابط أيضا مهم. فالنقد المجمل ليس كالنقد المفسر، والتعديل المطلق ليس كالتعديل المفسر، هذه أمور ينبغي أن تلاحظ وأن يعتمد عليها في الترجيح بين كلام العلماء. ولهذا يحتاج الإنسان إلى إعادة النظر والتأمل في التوصل إلى حال الراوي، لكن الذي تتفق عليه الكلمة وتجتمع عليه آراء المحدثين في من اختلف في توثيقه وتضعيفه من جهة ضبطه أنه لا يترك حديثه بالكلية. هذه قضية لابد أن تتضح، أنه من اختلفوا فيه لا يترك حديثه حتى يجمع الجميع على تركه، وإنما يستفاد منه وقد يعتضد به في الشواهد والمتابعات وقوى به الضعيف من الأحاديث. هذه أمور تلاحظ وينظر إليها في ما يتعلق بالرواة إذا اختلف في توثيقهم وتضعيفهم. هذا ما يتصل بإشارات إلى مسألة الاجتهاد في ما يتعلق بحال الراوي إذا اختلف
فيه العلماء. هناك أمور ذكرها بعض أهل العلم في حال الرواة إذا اختلف في حالهم، فمثلا المعلمي رحمه الله يقول إذا اختلفوا في راو فوثقه بعضهم ولينه بعضهم ولم يأتي في حقه تفصيل، فالظاهر أنه وسط فيه لين مطلقا، يعني حاله متوسطة، وإذا فصلوا أو أكثروا الكلام في راو فثبتوه في حال وضعفوه في أخرى، فالواجب ألا يؤخذ حكم ذاك الراوي إجمالا إلا في حال إلا في حديث لم يتبين من أي الضربين هو. ثم إذا تبين أنه في حال الثبت والقوة فإن حديثه يكون ثابتا، وإذا تبين أنه في حال الضعف كان حديثه مردودا. وأما إذا كان في حال لم يعلم هل هو في حال ضبطه أو في حال ضعفه، ففي هذه الحال يعتبر حديثه ويغلب جانب السلامة في روايته، هكذا قال المعلم رحمه الله وقال غيره، وهي مسألة معروفة عند علماء الحديث وأهل المصطلح، وهو اختلاف النقاد في الراوي توثيقا وتضعيفا، ما الموقف وما المسلك السليم في معالجة مثل هذه الأقوال المختلفة. حتى نكون الأقرب إليكم، بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.